كنت رايح ارعى مواشي وصبت بلغو وراحت رجلي الطرف رجلي اليمين من فوق الركبه. مالي رعى غرام ذا الان خلاص جالس بس ايست تماما ايستنا الحياه يعني الطبيعيه. زرعوا الحوثيه الالغام في المزارع الجبال حيث ما نرعى المواشي وفي ايضا بيوت زرعوها داخل البيت داخل. بعد ما قوا فرقة منظمة مساء ما فيش عاد اصابات الحمد لله. الان اصبحت انا يعني معاك ماشي قدرة على العمل جالس بس نشتي معاشات رواتب اقلش عاجز عن العمل عاجز عن كل شيء الحياة كاملة.